فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: تزوجت امرأة أدنى مني نسبا، وأفراد قبيلتي يهددونني بالقتل إن لم أطلقها، فما نصيحتكم لي في هذا الأمر حيث إنني محتار؟ إذا خفت على نفسك طلقها، أما إذا لم تخف على نفسك وأنت ترغب فيها فهي زوجتك. أنت الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.